كونتاكت. بدر شخبارك حبيبي؟ بخير صح لاباس؟ الله يحفظك. مرحبا سي مومو. مرحبا. مرحبا اخويا بدر، كل شيء بخير في امان الله. مرحبا اخويا بدر. الله يبارك فيك. بغيت عيد صاحبك سي محمد. مرحبا. هذه 7 سنين وانتم خاصمين. اييه 7 سنين. عمرك سمعت شي خصومه ديال 7 سنين؟ 7 سنين كره وجاكم تبدا، ولكن ما كنشوفوا، ولكن الهضره ما كنتلاقى. واخا نتلاقى. وانتم صحاب ديال الصغر؟ عائله كاع. انتم عائله وصحاب. واخا شنو وقع بعد حدث هذه 7 سنين؟ شي بهايم كانوا عنده تبغي نوعد الغراض عندي وديتهم الاخبار وبعتهم، هو دابا باقي حاقد. الا بغينا انا بغا نرد ليه داك الشيء ونتسامع معاه ونتهضر معاه. يلا دير سميتها السرقه وخيانه الامانه. اخبارك دابا انت واش انت كنتي خدام معاه؟ كنتي خدام كنتي خدام عقل صور. واخا مزيان. كنتي خدام معاه ولا فوق ما فوق ما تكون شي حاجه بدات تساها؟ اللي تصاحب معاه صاحب تصاحبه يقول لك الشيطان، اللي شفر وباع البهايم يقول لك عقل صغر، ياك؟ بقى حنا هكذا، حنا هكذا بقى غاديين هكذا. دابا انت كنتي خدام معاه ولا مشيتي بالاخبار؟ ولا كان هو كان مخلي لك البهايم انت ولا كيفاش وقع؟ لا بالاخبار هو. هو بالاخبار ديتهم ديتهم بعتهم. شحال من حولي؟ شحال من حولي؟ لا جوج بقرات. جوج بقرات؟ غير جوج بقرات. لا لا غير جوج بقرات. واش مشيتي تجيبهم في كازا؟ راك عارف الدوران ومشاو فلوس. مشيتي تجيبهم شي حاجه بعدا؟ لا والو، ما شرينا بهم والو. الدوخه مشيتي الدوخ؟ مشيتي الدوخ دختي؟ مشيتي الدوخ؟ جوج بقرات باش الدوخ. واو شحال بقيتي دايخ؟ شهرين؟ واخا ما عرفناش محمد بن زايد. واخا دابا دابا سي بدر غنعيطو لسي محمد دابا. انت كتلقى معاه ما كتهضروش مع بعضياتكم بقى. شحال 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 خصك ترد ليه؟ شي 6 سنين ولا الحق واخا 7. لا شحال الفلوس؟ شي 20,000 درهم. 20,000 درهم ديال هذه 7 سنين ولا 20,000 درهم ديال دابا؟ ديال هذيك 7 سنين. نعيطو نعيطو راح ندر السلامة. نعيطو خويا نعيطو. واخا واو خطارة تقريبا. بعت شي جوج بقرات شتي الكازا طرطقتي الفلوس رجعتي بحالتك عاوتاني. عندك عندك التركيز مهم. سي محمد شخبارك؟ كلشي بخير يا سيدي في امان الله. بخير. معاك مومو عرفتيني؟ وعرفتك اخويا. صحة لاباس عيلة في امان الله؟ الله يبارك فيك. كي داير انت والعائلة؟ الحمد لله سي بارك الله فيك. كلشي بخير وعلى خير. شوف سي محمد انا ما عيطتش في الكونتاكت اخويا، ما عيطتش في الكونتاكت. كاين واحد السيد اللي ما عيطنا باش نعيطوا عليك، بغى يهضر معاك قدام الجميع، قدام البعيد، المستمعين والمستمعات. انا غنقول لك شكون وانت تعزل واش تهضر معاه. ندوزو ليك بلا ما تعرف شكون؟ عرفت. عرفتي شكون؟ ما عرفتش. ما عرفتيش. نقول لك شكون ولا ندوزو بلا ما نقول لك شكون؟ لا قولوا قولوا بغيتي تقولوا. صافي بلا ما نقول. يلاه الله يكون خير ان شاء الله. ندوزو ليك ويهضر معاك. هضر. الو السلام عليكم. السلام. مرحبا محمد. الله يبارك فيك سيدي بخير. معك بدر. بدر جوج بكرات. نعم سيدي. كي داير سي محمد بخير؟ يا خو اش بيني وبينو هذا؟ الو هضر معاه. قول لي قول لي يا بدر نيشان بلا بلا لاباس اخبارك بخير. قول لي اش بغيت تقول لي؟ قول لي. كنعيط لك كنطلب منك السماح على هذوك المسائل اللي وقع بيناتنا. كيف؟ بدر هذا يلا فكرتيني. هو مزيان بعد فكرتي انت. لقانو هاد الناس، هو هاد المجتمع هو اللي لقانه، هو اللي بغيتي دابا تسامح معايا ولا شنو بغيت دير؟ ولا بغيتي تسمع لينا اخو محمد؟ اخويا رد لي رد لي رزقي انا، رد لي فلوسي غنسامح. كيفاش غنسامح؟ ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. على طريق مو يكون سي محمد. سي محمد هو شوف شوف هو راه عنده بدر. عندك باش ترد ليه الفلوس ديالو؟ مو اللي دارها مو هي اللي كاينه، احنا ما كاين مشكل. الله يحفظك يا سيدي. انا ما نسامحش في هذاك الشيء. واخا انت شو بغيتي شو بغيتي تسمع من شو بغيتي انت؟ لا انا كنتحاموا كنتحاكم انتوما. هو راه قلب عليا الصوت ديالو ولا تبدل ولا كبر ولا الله اعلم. راه كبر كبر راه 7 سنين باش وقعت لافير اخويا. عاودنا هو شوف اسمع هو عاودنا كل شيء وبغى يتصالح معاك، بغى يخلف لك داك الشيء دوك جوج بقرات اللي صفر ليك واللي داهم اللي باعهم ياك، بغى يخلفهم ليك داك الشيء اللي بغيتي نتايا وبغى يتسامح معاك. انت شنو بغيتي يا سي محمد؟ ولا شوف استاذ اللي دايره اللي درتوها انتوما هي اللي كاينه. لا الغزل انت اللي بغيتي انت اللي مرتاح فيها انت. اللي مرتاح انا يرد لي رزقي وصافي. هذا هو اللي مرتاح. صافي رزقك رزقك ما كاين لا مسامحه لا والو ياك. حنا تخاصموا عليا شي ناس بحال وجاهكم داك الشيء فيا كاين كاين الكمو ديال داك الشيء اللي المهم اللي درتو كاين ما بقى داير معايا حتى حاجه بقى داك خلي داك الشيء هكاك. واخا صافي واخا بدر. المهم انا صافي يا سيدي. واخا بدر بدر. واخا سمعتي شنو قال لك؟ سمعتي شنو قال لك؟ ان شاء الله ان شاء الله يكون خير. لا صافي ان شاء الله يكون خير. ديما يكون خير ان شاء الله. دابا انت غير امتى ترجع لي فلوسه بوان؟
تلكين انت اليوم 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 ان شاء الله غادي نطلع للبلاد وغنتلاقى معاه. واخا صافي شحال 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 سي محمد شحال شحال مع الشمع ولي رجع لك يا بدر؟ ولا لا جوج مني المهم صافي داكشي قال وليد صافي داكشي قال 20000 درهم اللي قالها الساعه ديال الاستطاعه ديالي وردها ليا بغى يرد ليا المهم النص ديالها ولا المهم انا شوف انا قول لها سير اليوم صافي صافي قال لك غيجيبك اليوم 10000 درهم هي الاولى وداك الشيء اللي بقى تيكملوا لك صافي مزيانه. المهم انا دابا راه ما عنديش ولكن عندي الله سبحانه وتعالى ولكن دبر راسه ولا ما لا هو عنده هو قال لك عنده بدر قال لك غيجيب لك بدر تشد اليوم 10000 درهم ياك صافي واخا والمسامحه المسامحه الله يسامح صافي الله يسامح شكرا بزاف سي محمد شكرا لك بزاف سيدي شكرا يطولنا في عمركم مرحبا سيدي الله يسعدك بالخير مرحبا بارك الله فيك سي محمد بدر شوف بدر اخو اسمعني مزيان نقول لك بدر دابا انت علاش بغيت تصالح معاه انت علاش بغيت تصالح معاه؟ على قبل بقى فيك الحال بقى فيك الحال هذه الحاله والعائله وهادشي كامل واخا شوف دابا غديري الامانه ديالو اليوم ياك هي الاولانيه ياك ديري الامانه الاولى اليوم دابا الا قدرتي تعطي الامانه كلها عطي الامانه كلها ما تنش معاك الحال وهذيك الساعه انت تثق بيا ان شاء الله غادي يكون الخير شي غترجع لي فلوسو غادي تكالما غادي يبرد صافي وبركه بالدوخه بركه بالدوخه وبركه مدخدخ دوخ علمنا باش ما كان غنسقسيو نعيطو نسقسيو فيك ان شاء الله يكون الخير نعيطو معكم في الكونتاكت قبل اي حاجه ممكن 0530 330 330 0530 330 330